إلى خيرة السوداني، منها نقرأ للكاتب أسامة عبد الماجد من زاويتي إذا عرف السبب، كتب فيها اليوم تحت عنوان الحكومة تتلفت. ابتدر عبد الماجد زاويتي قائلا: كتبت في هذه الزاوية الأسبوع الماضي تحت عنوان من يفكر للحكومة، وتناولت من خلالها رفع الدعم عن الدقيق، وقلت لا يخالجني أدنى شك أن البعض يرسم للحكومة خطة مفخخة ويقدم لها أفكارا ملغومة ستنفجر يوما ما. وختمت الزاوية بعبارات: هناك من يضع على بصر الحكومة غشاوة تؤكد الأيام صحة ما ذهبنا إليه. أمس الأول يصل جوال السكر زينة 50 كيلوغرام رقما قياسيا 1100 جنيه، وقبلها بنحو 3 أيام كان سعره 850 جنيها. لو كانت الحكومة مع كل زيادة تتلفت وتصفها بغير المبررة، ففي حالة السكر كان بالإمكان تدارك الأمر. يذهب أسامة إلى أنه بمقدور الحكومة ضبط أسعار السكر دون غيره من السلع، وذلك لمحدودية الجهات المنتجة له بالداخل وقلة المستوردين من شركات مملوكة لرجال أعمال معروفين. حلقة السكر ضيقة وسهل مراقبتها وإلزام المنتجين والمستوردين بأسعار محددة، لكن الحكومة تفضل الصمت. سياسات اقتصادية سابقة مدمرة جعلت السكر المستورد من البرازيل في أقصى الدنيا يباع بسعر أقل من السكر القادم من النيل الأبيض. أياد عبثت بسوق السكر فأثرت جهات بعينها ثراء فاحش. حاولت الحكومة تصحيح الوضع المخل، أعفت رسوم الإنتاج على السكر المنتج محليا وأعفت السكر الخام من الرسوم الجمركية. كانت النتيجة تحرك تلك الجهات الخفية فزاد سعر السكر بشكل جنوني. يذهب أسامة عبد الماجد في الخواتيم بالدعوة لمحاصرة التهريب ومراقبة الشاحنات التي تذهب للولايات، ويشير إلى أن ولاية مثل غرب دارفور تصلها المئات من الشاحنات أسبوعيا محملة بالسكر يفوق حاجتها. كذلك إعفاء السكر من رسوم العبور وغيرها من الرسوم الوهمية مثل التي كانت تفرضها إدارة الحج والعمرة. ويقول أخيرا: ومهما يكن من أمر فإن ما يجري يجعلنا نتساءل أين حكومة بكري؟